tulie mbinguni yetulie tuamina baba yetulie tulie jina lako eli tukuswe. Africa Express. أهلا وسهلا بكم في أفريكا إكسبريس، معكم الجدد كل جمعة وحتى في رمضان، رافقوكم كالعادة والعوايد كل نهار سبت من ساعة ونص حتى كشي من ثلاثة، معكم ندى منصور مقدم ميكرو ويرافقني كالعادة وبكل سعادة سي رضا محجوب المختص في الاستثمار في الأسواق الإفريقية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك كالعادة وبكل سعادة. بالغيمة هذه اللي في متاع رمضان معناها كي تصبيغ. أي نعم في الشعر أنا في رمضان. شنو حوالك سي رضا؟ والله توحشتكم برشا فعلا، معناها عندنا مده ما على الاستوديو، دونك الاستوديو خلى بلاصتو عندي انا على الغالب، دونك فما دوتر انجاجمون بيرسونيل وبريفي، دونك خلوني هما بعد شويه المده هذه، ولكن اليوم رجوع ان شاء الله افيك دوتر اليمون العود احمد ومعلومات جديده على الصاير في افريقيا، كنخليكم ديما جور. اكيد اليوم شنو عندنا في زوم سيغ لافريك؟ باش نحكيو على ايطاليا، ايطاليا اللي قاعده تضغط من اجل خطط مارشال للقاره الافريقيه في مواجهه الهجره المناخيه او الهجره اللي سبب نتاعها التغير المناخي، باش نحكيو على هذايا بكل تفاصيل بعد شويه في زوم سيغ لافريك. في غود دو لافريك اليوم باش نمشيو لليبيا وباش نحكيو على الشقيقه ليبيا اللي تستأنف المحادثات نتاعها مع ايطاليا وفرنسا لرفع الحظر على مختلف الرحلات الجويه نتاعها. في فرصه افريكا لليوم باش نحكيو على مصر ونحكيو على المصنع الصيني شينغشينغ دوكتل ايرون بايبس اللي يخدم على استثمار 2 مليار دولار في زوز مصانع للصلب والحديد في مصر، فرصه كبيره لمصر هذه اللي قاعده تقدم في مختلف المجالات. وفي هاي تك افريكا اليوم مش نحكيو على برامج الاستثمار للشركات الناشئه الرقميه ولا الستارت اب واللي تركز على البلوك تشين في افريقيا، مش نحكي عليها باكثر تفاصيل، الاستخدامات نتاعها، الاهداف كذلك والمستقبل ومستقدم من خلال استعمال التكنولوجيا هذيا. في كامبوس افريك اليوم نحكيو على الكومنولث اللي يطلق منصه لتعلم الذكاء الاصطناعي للقاده في القطاع العام في مختلف الدول الإفريقية. ونختمو كالعادة بأفريكان وومن وين باش نحكيو اليوم على اون ستارت اب اسمها سايد بريف اللي تترأسها أو تديرها يونيس أولوباد واللي تعاون الشركات إنهم يتبعوا بعض الأحكام القانونية في بلدانهم. ستارت اب هذية تعاون الشركات هذية باش تفهم القوانين وباش تعرف كيفاش تطبقها من خلال الشركات الناشئة والمؤسسات نتاعهم. هذا باكثر تفاصيل معانا اليوم في افريكا اكسبريس، وباش نبداو بزوم سيغ لافريك. زوم سيغ لافريك. الوغ تصريح مؤخرا صار على لسان رئيس الدبلوماسيه الايطاليه، قال انه تغير المناخ قاعد يهدد ويدمر في القطاع الفلاحي في مختلف الدول الافريقيه، وكان نتيجه مباشره ليه فما تدفق كبير للمهاجرين من افريقيا نحو اوروبا. ماهوش الصوت الوحيد اللي قال الكلام هذايا، او الاصوات كثيرة سمعناها في الفترة الأخرى تحكي على الهجرة المناخية. مسؤولين أوروبيين من إيطاليا من فرنسا شفناهم حتى في موقفهم متاع تونس، متاع رانا هونية والنجم نعاونوكم في الحد من الهجرة غير الشرعية. اليوم تغير المناخي أو الهجرة المناخية كذلك ولا موضوع الساعة؟ هو صحيح المناخ عنده تأثير كبير على اللي قاعد صاير في الوقت الحالي في العالم الكل، مش كان على تونس، لانه بطبيعه الحال لما الفلاحه والزراعه في منطقه معينه ما عادش تمشي. انا من قبيله كنت نسمع اللي الكميات القمح في تونس هذه السنه باش تكون اضعف ما فما في مده سنين، يعني حوالي 2 مليون طن قمح فقط اللي هو ما يكفيش حتى الزريعه نتاع السنابل نتاع من الجاي. فاليوم معناها سي تري امبورتون سو ميتر دون لا تيت، اللي الفكره انه اليوم العالم قاعد يتبدل من عدة منطلقات، ما فماش كان الحرب نتاع اوكرانيا، لكن فما امور فعليه يعني موجوده، يعني المناخ والاحتباس الحراري هذايا ولا يأتي في النتائج نتاع الوخيمه، والناس اضطرت باش توقف العمل نتاعها، والمورد العيش نتاعها اللي كانت موجوده في عدة بلدان افريقيه اليوم ما عادش موجوده، عدة اماكن كانت فيها مياه موجوده بصفه كبيره ما عادش موجوده. ولكن اللي لفت انتباهي اللي هو الديكلاراسيون هذه جايه من عند شكون؟ جايه من عند ايطاليا. ايطاليا المده الاخرانيه كما تعرفوا تبديل رئيس الحكومه اللي هي جايه من اليمين المتطرف. اليمين عفوا. اي اليمين المتطرف، الناس الكل كانت تعتقد انه هي باش تجيب عصا قويه
وباش تدخل على كل ما هو هجرة في إيطاليا بهالعصا هذه بولا ديسيبلين. اللي شفناه ماهوش هذا، شفناه بالعكس، معناها من نهار اللي مسكت الحكم ولات فما برشا عقلانية في التصرف نتاعها والخارجية نتاعها ماشية جاية حتى على تونس، فما أشياء ديكلاري وبتدر ماشية نون ديكلاري قاعد يصيروا، خاصة ليفاكيواسيون ترحيل المهاجرين اللي عندهمش أوراق إلى بلادنا، وحنا ماذولي تو اليوم عشان باش نتكلموا حتى شيء على ترحيل الناس، بين احنا ماشيين تو نحو ترحيل العباد اللي ما عندهمش اوراق. اذا نقبلوا انهم العباد يرحلونا نتاعنا، احنا نروحوا زاد نتاع الجنسيات الاخرى عادي. هذا المهم انه في نطاق قانون وفي نطاق احترام القوانين واحترام حقوق الانسان ومعاهدات حقوق الانسان، اعطي حقه وانت تطبق مع القانون، ما عندكش مشكل في هذا. ولكن سكي تري انتريسون في الديكلاراسيون تاعو اللي موش ضد وتنقلتها عده اذاعات وتلفزيات، هي الكلمه اللي قالها ما نخليوش تونس في دين الاخوان المسلمين. هذه الحاجه اللي بناها برشا من الناس قالوا شنو هي النقطه هذه اللي جايبه، شنو العلاقه، شنو العلاقه، يعني عمره ما كانوا الاخوان المسلمين في تونس في اضعف من الوقت هذايا توا، معناها اندثروا وتخباوهم 25 جويلة حقهم قعدوا منهم حد شيء. دونك اذا كان اليوم بعد اللي صار هذه الكل مازال فما حد في ايطاليا يتصور انه مازالوا الاخوان المسلمين في 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 تونس ولا في اي بلد اخرى مازال عندهم القوه اللي كانت عندهم قبل، الحق التصريح كان غريب شويه. وما لكل حال ناخذوه دون لو سونس بوزيتيف، ناخذوه اللي هو دوموند اسيستونس لتونس. تعرفوا تونس قد مازالت في نيغوسياسيون مع الافيمي، مازالت الامور ماهيش ماشيه كيما نحبوا، فالفكره نتاعو ما يسالش هات سبقوا شويه لتونس، خلي تتنفس شويه ومن بعد هذا يسمح لها باش هي تاخذ قرارات وتعمل التغييرات الاستراتيجيه الهامه اللي احنا نستناو منها، ما نكونوش ياسر صارمين معاهم. بالضبط. دايغ في تصريح نفس التصريح وفي جزء اخر منه انطونيو تاجاني وزير الخارجيه الايطالي قال نهار 26 مارس اللي فات انه اليوم الاتحاد الاوروبي ومنظمه الامم المتحده وصندوق النقد الدولي لازمها تبدا في اطلاق برامج المساعدات للدول الافريقيه خلينا نقولوا تطوير التنميه، تطوير القطاع الفلاحي، ولازم يكون فما ان بلان مارشال لافريقيا لمواجهه التغير المناخي اللي يغذي التدفقات الكبيره هذيا نتاع المهاجرين. فنفهموا اليوم نحب نضيف زيد اللي قالوا هو والتصريح الاخير نتاع رئيس الحكومه الايطاليه اللي هي دوك اليمينيه اللي توقعنا منها تصرفات اخرى، ولكن خطابها كما قلت كان عقلاني، كانت توجهت كذلك لمانويل ماكرون بحوار بكلمات ناريه خلينا نقولوا، كانت قتلوا انتوما اليوم الاشخاص خاص اللي يهاجروا من بلدانهم في افريقيا نحو اوروبا، هي فرنسا مساهمه بدرجه اولى في وضعيتهم السيئه من خلال تشغيل الاطفال في بعض المناطق والمينات نتاع الكادميوم وغيره، من خلال انه اليوم فرنسا مازالت هي تصنع في العمله نتاع بعض الدول الافريقيه ويزيدوا يخلصوا عليها هما تاكس، من خلال انه حسب تقديرها هي فرنسا خليت الكثير من البلدان الافريقيه تحت رحمتها بين ظفرين، وانه اليوم المرحله اللي وصلوا لها من بطاله ومن سوء اوضاع اقتصاديه المتسبب الاول فيها فرنسا، فعادي جدا انهم يطلعوا لاوروبا. وتوجهتوا بالكلام قالت نورمالمون فرنسا وحدها هي تتحمل المسؤوليه. شوف التاريخ يضحك ساعات، لانه نرجعك للتاريخ في تونس قبل ما تجي الحمايه في تونس، ايطاليا تواجدها في تونس كان قوي بصفه كبيره برشا، وكانت ايطاليا تحضر في روحها باش تنقذ على تونس، تحضر في الجيش نتاعها وتحضر. ارجع لكتب التاريخ في الفتره هذيك، عندنا عده كتب اللي هي تحكي على الفتره هذيك ما قبل السيناتور الحمايه. الطليان كانوا مجهزين نفسهم، ولكن اللي صار انه الفرنسيس عملوا سبقوهم، يعني لي زون بري او ديبروفيو، فكلهم تونس من تحت سنيهم، لانه بوندون تخي لونتون انت تشوف في تونس معناها الارشتكتور اوربان وكل شيء، ايطاليا موجوده بصفه كبيره برشا، والجاليه الايطاليه في البريود هذيك كانت موجوده اكثر كثير من تونس، حتى في تونس، لكن حتى وصلت الفرنسيس باش يقويوا من العدد الفرنسيين يجيوا لتونس، ولاو عاملين دي زافونتاج ويعطيهم اراضي ببلاش ويعطيهم تمويلات وترجيعات باش يرحلوا لتونس. فهو اليوم جاتها فرصه ايطاليا باش تاخذ الثار نتاعها من ايطاليا وترجع باش تقول له تو احنا بعد تو احنا هاكا عملت علاقات ممتازه مع الجزائر، تو هاو تو الفيل يزيدوا لتونس واللي قاعده معناها مغش الناس الكل بما فيه في فرنسا هو ماكرون. ماكرون هو ديما
مانيش عارف قاعد يعمل في التسيير نتاعو في المده الاخرانيه بالكل، معناها الشعبويه نتاعو قاعده تطيح بصفه كبيره ياسر، وفرنسا قاعده تعدى فتره من اصعب الفترات للعشر سنين اللي فاتت. ففرصه لايطاليا، وتعرف انت السياسه هي فن استعمال الفرص اللي تجي قدامك. اكيد قاعد فما نظام عالمي قاعد يتغير، والديكور قاعد يتغير بصفه كبيره في على المستوى الجيوسياسي. نحن باش نواصلوا معاكم، باش نمشيو لغود لافريك، باش نحكيو المره هذيا على ليبيا، ونحكيو على ليبيا اللي طالب اوروبا وبالتحديد ايطاليا وفرنسا انهم يرفعوا الحظر الجوي على الرحلات الليبيه. علاش؟ كيفاش؟ شنو التفاصيل نتاع الموضوع هذا؟ وعلاش توا بالتحديد طلبت هذايا؟ هذا اللي باش نكتشفوه معاكم تو دو سويت في روت دو لافريك.